كان أنجل عاشق السيارات الكلاسيكية الثلاثيني من مدينة فونزيدل بالقرب من بايروت بجنوب ألمانيا، يقدم اليوم سيارة كلاسيكية متميزة. هي تويوتا كرولا 11 من عام 73. عام 1970 ظهر الإصدار الثاني من كورولا في اليابان، وبعد عام قدمت شركة تويوتا نموذج كورولا في ألمانيا وباعت 20,000 نسخة، أول نجاح ملفت للسيارات اليابانية. النسخة 11 GTI بين موديلات كورولا يمكن الحصول عليها في اليابان والولايات المتحدة فقط. سيارة فلوريان هي سيارة 11 وربما الوحيدة في ألمانيا وأوروبا أيضاً. في منتدى السيارات الأمريكية اكتشف فلوريان نموذج كورولا أنتينيتر وأقنع المالك ببيعها. سيارة 11 بمحرك رباعي الاسطوانات بقوة 108 أحصنة وسرعتها القصوى تبلغ 183 كيلومتراً في الساعة. خطوط كورولا مختلفة ولكنها مألوفة، سيارة صغيرة نموذجية بأبعاد أوروبية. خطوط التصميم تذكر أحياناً بموديل فورد أسكورت، بينما يعتقد آخرون بأنها أوبل كاديت كا. بعض التفاصيل تبدو مسرفة. عندما أسير بها لا يعرف أحد أنها تويوتا، فلا شيء يدل على ذلك باستثناء شعار تويوتا القديم وكلمة كورولا على الجانب. كان يتعين على كورولا فتح أسواق جديدة لتويوتا، ولعل لغة تصميمها تفسر ذلك. الخلفية تذكر بنماذج السيارات الأمريكية الضخمة ولكن بأبعاد أصغر، وتوجد عائلة كاملة من موديل كورولا ليموزين وكومبي وكوبي رياضية، وتعرف داخلياً بـ TE27. لدى النظر لـ TE27 يمكن رؤية مؤثرات من سيارات مختلفة كحال معظم السيارات اليابانية، والمميز هو هذا المزيج المتأثر بكل ما يمكن، وأدخل في هذه السيارة للحصول على ابتكار جديد وليس كالإيطاليين الذين يصممون خطوطا خاصة بهم. الداخل يبدو متوازناً، بعض التجهيزات الرياضية ومقياس سرعة الدوران وتجهيزات عصرية، الكثير من البلاستيك بلمسة من تطبيقات بلون فضي، يمكن القول بأنها لا تؤثر على متعة القيادة. ضعف التجهيزات ميزة، فما لا يوجد في السيارة لا يمكن أن يصاب بالتلف. لا بد من التحلي بالصبر كثيرا عند البحث عن قطع الغيار، فهي غير متوفرة كثيرا. في اليابان توجد قطع غيار وفي أمريكا سوق كبير، لكن في ألمانيا وخاصة بالنسبة لتويوتا، بما أنني أصبحت ضليعا الآن، من الصعب الحصول على قطع غيار. لحسن الحظ نادرا ما تتعرض سيارة يابانية من سلسلة كلاسيكية كبيرة مثل كورولا 11 للتلف، ما يتيح لفلوريان أنجل التركيز على متعة القيادة. 11 تعني سرعة البرق، وهذا يشير إلى أدائها، فمحركها بقوة 108 أحصنة وبوزن 850 كيلوغراما فقط. ناقل حركة بخمس سرعات يضمن تسارعا من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 9 ثوان فقط. مجموعة حركة قوية، محور صلب مزود بنوابض حلزونية في السبعينات كان لا يزال معياراً في صناعة السيارات الصغيرة. تحت غطاء المحرك يعمل محرك بسعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات بمازجين مزدوجين واثنين من أعمدة الكامات العلوية على غرار محركات ألفا آنذاك. شركة تصنيع الدراجات النارية ياماها دعمت تويوتا في تطوير رأس الاسطوانة. الصوت عالي جدا. فلوريان
كريستيان إنجل مهووس بتويوتا منذ الصغر، وسر الإعجاب يعود إلى عائلته، فمنذ عام 75 أسس جده واحدة من أوائل الشركات الممثلة لتويوتا في ألمانيا، وتم تسليمها لوالد فلوريان وعمه فريدلهلم في الثمانينيات. إلى جانب البيع والصيانة وتصليح موديلات تويوتا، قام خبير تويوتا إنجل ببناء ركيزة ثانية. في فرعه الثاني يجدد النماذج الكلاسيكية ولا سيما من تويوتا. سيليكا الخضراء شارفت على الانتهاء، إعادة تصنيع كاملة بدون أي تنازلات. وإذا واجه فلوريان صعوبة في تأمين قطع غيار أو في حال وجود أعطال، فالعم يعرف الحل دوما. جبال فيختلجيبيرج تقدم بطرقها المتعرجة المكان الأمثل لفلوريان وسيارته ليفن، فعاشق السيارات القديمة يستمتع بقيادة سيارته اليابانية النادرة هناك. أمر واحد مؤكد بالنسبة لعاشق تويوتا، وهو أنه ليس من السهل أن يرى سيارة ثانية كسيارته في فيختلجيبيرج.